لا انا ضد. المفروض يعني تتوفر كل شيء لكل الناس عشان كل واحد على كيفه يتعلم. لا ضد طبعا، لازم يكون في اشياء اكثر من هيك واكثر خيارات للطلاب عشان يحب يعني يروحوا للي بيحبوه، مش ينجبروا على شيء محدد. انا مع فتح تخصصات جديده ومتعدده عشان الطالب يختار حسب ميوله، يكون في زراعي، يكون في مهني، يكون في IT، يكون في كل التخصصات، وعلى اساس ننوع المجالات، وعلى اساس انه يكون عندنا ايدي عامله بكل المجالات. طبعا، مشان لما كان موجود الفرع الاي تي كان اغلب الطلاب توجههم للاي تي، فبخلي هذا كثير ضغط على فرع واحد، لما لغوه بخلي في اكثر من قرار يطلع. ما انا من وجهه نظري ما في تخصصات ما لها داعي زي الشرعي والصحي، يعني الشرعي نسبه نجاحها كثير قليله، شوف تقريبا 13% حد علمي، ودراستها ما لهاش داعي، يعني تقريبا هي زي الادبي، موادها كثير في مشتركه مع الادبي، واخر شيء مؤذن امام جامع، هاي المجالات اللي تدرسها. والصحي نفس الشيء، يعني في برضه في العلم في تمريض وفي شغلات كثير، والاي تي ما انا ما بعرفش كثير عنها يعني، بس في مواد برضه مشتركه مع العلمي والادبي، وهن والمواد اللي هي تخصص قلال كثير، يعني مادتين وسهلات. هو نسبيا لازم هيك عشان يكون الطلاب اكثر توجها، والتعديلات وسمعت انه هم بده يسوي تعديلات على العلمي بخصوص المواد، سمعت يعني بتحسك انه انت علمي، طالب علمي فعلا، مش زي هسه انه انت قاعد تحفظ المواد حفظ. ونفس الشيء على الادبي، يعني حسب كل واحد وميوله، اما فيش اكثر من ميولين، يعني يا واحد علمي يا ادبي، ما فيش انه اكثر من ميول. والله انا مع هذا القرار افضل. والله حقيقه يعني هذا بده بيجي بناء على دراسات، ممكن تشوف جامعات مكتظه مثلا بالمعلوماتيه اللي هو الاداره العامه الاي تي او كذا، ممكن دراسات كنسبه وتناسب، اما نقدر نقول انه او لا، لانه يعني طلع القرار على دراسات وعلى كذا. اما ما بصيرش مثلا انا كبدي معلوماتيه خلص لازم المملكه كلها تمشي على رايي بدي معلوماتيه، ما هو الجامعات زي ما تعرف انه مسكره، يعني التخصصات معينه مسكره. هيك افضل، يعني انه ما بشتتوا الطالب انه بده يصير اكثر من فرع واشياء يعني ما لها لزوم يعني.